لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية أولا بأول. انتخب عبد السلام بلقشور رئيسا جديدا للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية خلفا لسعيد الناصري المستقيل. انتخاب عبد السلام بلقشور جاء بالإجماع بعدما كان المرشح الوحيد الذي تقدم لشغل المنصب. نشكر جميع السادة الأندية والممثلين والمتدربين ديال الأندية على تصويتهم بالإيجاب لشخصي كرئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية. أعتبرها مسؤولية جسيمة ليست بلهينة. كرة القدم الوطنية اليوم تتعرف تحولات كبيرة إيجابية جدا، تتعرف إشعاع على الصعيد القاري وعلى الصعيد الدولي، وهذه مسؤولية باش نستمروا، لأن ممكنش نوقفوا ونقولوا عندنا إشعاع، قدر ما خصنا نستمروا في هذا العمل ونمشيو قدم إلى الأمام من أجل تتمين هذا الورش اللي هو مفتوح اليوم على الصعيد الوطني. هذا هو حضر الجمع العام العادي 43 ناديا من أصل 53، حيث تم المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي بالإجماع قبل أن يقدم سعيد النصير استقالته رسميا من مهمته كرئيس للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية. ببالغ الأسى والأسف أتقدم بهذه الرسالة لكافة مكونات العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية لأعلن عن استقالتي من منصب رئيس مكتب المديري لهذه المؤسسة التي أفتخر بالانتماء إليها. إن استقالتي من هذا المنصب تأتي على خلفية كثرة الانشغالات التي تعيق تتبعي اليومي للأعمال العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية. ختام الجمع العام كان برفع برقية ولاء وإخلاصه إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله. Thank you.